والله العظيم لا معقول. خذوا الفلوس وخليه خليه خليه دار النار. هذا بقي واد هذا هذا لما بقى واد عباد الله واكوك عباد الله ما انا دمنكر اللهم انا دمنكر على العائله راه كل واحد عنده واحد 50 واحد عايشه معاه. هذا خلاك بالله هذا باقي له هذا باقي واد هذا. واستياد القائد راه الكلمه الاولى الثانيه كيقول لك غنرجع معكم دوك القياد ديال الطاحونه راه سد علينا في البيرو وراه شي هضره كيقول لنا راه قاصحه واعره بزاف. والمشكل عندنا راه ما بقاش غير مع مول الشركه راه ولا حتى مع سيد رئيس الجماعه راه مكرفصنا شويه ما كيعطيكش واحد الفرصه ولا فين يحل معك الحوار. راه دايده بالحليب كلوا نتوما وناكل انا وسيروا تلعبوا وركب لها الطوموبيل توزن. راه هذا هو اللي كاين هذا هو اللي كاين راه ما كانش الكذوب راه ما كنكذبوش عليكم. السيد الرئيس راه ما دار معنا والو راه كيقول لكم سيروا حيدوا صافي وراه انتم ديالنا هو ديالنا وكلشي ديالنا ماشي تروا كتمشي هو كيقول لك ديالنا ما عندناش حنا ديالنا كي داير هذا هادشي راه ما ضرنا بزاف. انا حابسين واش الخدمه حابسين عند الضرر ديال الارض هو اللي محبوس عليه. انا راه ما محبو حابسين والحبسوا عند الضرر ديال الارض والحبسوا عند الضرر ديال الارض راه فيها 20 متر غرب 20 متر النهر واش النهر نتوما كتلاحظوا باقي غادي جاري النهر راه موقف النهر راه سدوا سدوا انا ساندي تحت دافع الماء للدار البيضاء هيا نحبسوا عليه الماء. بغينا ندويو معاه قالنا غادي نديكم الحبس كيهددنا بالحبس القيد كيهددنا بالحبس اللجنه كتهددنا بالحبس اسيدي كتهددنا بالحبس بيننا هو حنا جالينا للمشروع كنتصارفوا منه مع ولاد تيبو محمد مع اولاد بحريه كنمشيو نتسوقوا الجمعه دابا ما خلالينا منين ندوزو حنا. واستياد القائد راه الكلمه الاولى الثانيه كيقول لك غنرجع معكم دوك القياد ديال الطاحونه راه سد علينا في البيرو وراه شي هضره كيقول لنا راه قاصحه واعره بزاف كيخلعنا دابا حنا ملي مشينا عدو النهار الاول كيقول لك غادي نرجع معكم الايام الطاحونه ولا كيقول لك بحكا بهذا المعنى سيروا خدموا مع السيد راه غيدور معكم ولهذا. حنا ما كنطلبوش دابا التدويره حنا كنعرفوا الثروه اللي كيدوي عليها سيدنا يستافد منها كلشي نعرفوا واش حق مشروع ديال جميع المواطنين يطالعوا الناس على السيد الرئيس يكونوا عارفين اشنو واقع ولا يحبس هو يمشي بحالاته. ودابا كاين استدعاءات عندنا حضور نهار الاثنين عند الدرك الملكي ديال خميس متوح لان هذا السيد داعينا ما عرفناش علاش داعينا اختار واحد الخمسه الاشخاص ما عرفش اشناهو المعيار اللي استغلوا في هاد الاشخاص اشناهو رغم ان العريضه كتضم واحد 32 شخص ولا اكثر من المتضررين. حنا الضرر ديالنا هو الفلاحه. قائد وصلنا للشكايات دابا لان الشكايات 8 شكايات لان وصل وزاره الداخليه وزاره الفلاحه والمياه والغابات الحوض المائي رئيس الجماعه حتى واحد ما استجب لنا. فبعد الايام قليله كنتوصلوا باستدعاء من الدرك الملكي التابع الخميس متوح خمسه الاشخاص. حنا دايرين العريضه 30 شخص استدعينا حنا خمسه بغينا نعرفوا المشكل واش هاد الناس هما اللي في المشكل ولا هاد الساكنه. المشكل راه ديال ساكنه خمسه الدواوير دوار سيبو دوار القرافات دوار العواوشه ولا سي حسين بن كسكاس. هاد السيد هذا يعني ما بغى يجيب حتى شي طلب وما عمر شي واحد وقف قدامه ولا طلب منه شي مساعده ولا شي حاجه. هاد الناس هادو ما كيتباعوا وما كيتشراو. ونزيدك النقطه الثانيه هاد الناس مهملين السلطات ما كتستجبش لنا نهائيا. بالاضافه لان هناك مجموعه من الشركات اللي جات خذات مقلع ديال 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 الكياس هنا وديال الرمله من الواد مربيع. الضرر الاول ديال هذه الشركه هو ان هذه الشركه كتلوث الواد مربيع اللي كتشرب منه يعني واحد المغاربه كاملين كيشربوا منه. الدار البيضاء السوالم بن معاش والبير الجديد ستات سيدي بنور هذه المدن كلهم كيشربوا من الواد. في الوقت اللي هذه الشركه هذه ما مراعياش السلامه وكانها كتهبش وسط الواد وبالتالي كاين تلوث ديال 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 المياه اللي كيستعملوا الناس للشرب. بالاضافه لان هاد المقلع ديال الكياس اللي كاين هو كاين حدا ساكنه هاد الساكنه تقتات يعني بشكل يومي ومستافده من هاد النهر هذا كتشرب منه البهيم كتشرب منه الاولاد عندها عائلات ما بينها وما بين المنطقه المحاديه لها من جهه ديال الشاويه. اذا تقطع الطريق تقطعوا المسالك تقطعوا الحوانت على الناس. بالاضافه لان كاع الحفار الحدود اليوم كاين سبعه ديال ما يفوق سبعه ديال القتلى لدرجه ان عائله ضاعوا من ثلاثه ديال الافراد اب والابنين بقات الام وحيده وهي الان مصدومه ومكلومه
وراها في السبيطار وكتعاني من مرض نفسي خطير، بالاضافه لارواح اخرى ما يقارب 7 ديال الارواح. اذا هذه الشركه دارت روضه، دارت لنا روضه ولا ولادنا كيموتوا فيها، بالاضافه للضرر ديال الفلاحه، ان الكرم اللي كطير عليه الغبره. هذه الشركه كتمشي كدير الغبره على الساكنه عندهم امراض تنفسيه، الفلاحه ديالهم ضاعت، الكرم، الزيتون، جميع الاشجار المثمره اللي كانوا هذه الفلاحه كيبيعوها كمورد رزق، معتمدين كمورد رزق، اليوم كتضيع عليهم بسبب هذه الشركه. وكنطالبوا اليوم الجهات المعنيه انها تاخذ بعين الاعتبار الضرر اللاحق بهذه الشركه، وكنطالبوا بالوقف ديال الاشغال ديال هذه الشركه، لانها مشكله ضرر لما يقارب 40,000 حتى 50,000 ديال الساكنه ديال هذه المنطقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل كل شيء محمد بركاشيه، كنتمي لهذه المنطقه اللي هي منطقه سيبوب، تابعه لجماعه سيدي علي بن يوسف، قياده ولاد فرج. عندنا واحد المشكل اللي كنعانيو منه هو مع واحد الشركه اللي دايره واحد المقلع اللي هو بعيد من هنا عن كولومي تقريبا، فكنعانيو من هذا المشكل، فضرينا ديروا مع حوار، لان على اساس المقلع على اساس المشرع اللي كان هنا حيدو ملي ناقشنا مع الموضوع حبيا، قلنا له ودي خلي المقلع في المكان ديالو اللي هو المده ديالو 30 سنه، هو كيجبد كياس من الواد، ما هضرناش على المقلع، ما عندناش مشكل، ولكن ملي هضرنا على المشرع يعني ما استجب الطلبات ديالنا، واستقبلنا السيد القائد باش يحل لنا المشكل ديال المشرع، لان هذيك الضفه الاخرى، الضفه ديال جماعه سيدي عبد الخالق اللي كتنتمي لاقليم برشيد، هذه جماعه سيدي علي بن يوسف اللي كتنتمي لاقليم جديده. هنا مشكل ملي كان خدام ليه سنتين هو خدام ما هضر مع حتى شي حد، ولكن لحد الان اللي كتشوفوا المشرع ما خلاش، وتحاورنا مع حبيا عده مرات امام السيد القائد. وصلنا للشكايات دابا، لان الشكايات 8 شكايات اللي انا واصل وزاره الداخليه وزاره الفلاحه والمياه والغابات الحوض المائي رئيس الجماعه، حتى واحد ما استجب لنا. فبعد الايام قليله كنتوصلوا باستدعاء من الدرك الملكي لتابع الخبيث متوح 5 اشخاص، حنا دايرين العريضه 30 شخص استدعينا حنا 5، بغينا نعرفوا المشكل، واش هاد الناس هما اللي فيهم مشكل ولا الساكنه؟ المشكل راه ديال ساكنه 5 دواوير، دوار سيبوب، دوار القرافات، دوار العواوشه، ولا سي حسين بن كسكاس. هاد السيد هذا يعني ما بغى يجيب حتى شي طالب، وما عمر شي واحد وقف قدامه ولا طلب منه شي مساعده ولا شي حاجه. هاد الناس هادو ما كيتباعوا ما كيتشراو. ونزيدك النقطه الثانيه، هاد الناس مهملين، السلطات ما كتستجبش لنا نهائيا. السلام عليكم خويا، حنايا من ساكن الدوار سيبوب، كنعاني من واحد المشكل اللي كدير واحد الكونكاسور شركه لاستقلاع الاحجار من الواد ديال ام الرابيع، والقانون اللي ما كيسمحش لي انه يدير هذا الاستغلال بحكا، لان المجرى ديال في القانون ديال الاصدار في 96 1996 كيحدد المجرى ديال الواد في 2 الامتار بعيده من الماء. اما هذا السيد شوف المجرى ديال الماء فين كان، شوف شحال ولا، كان واحد 20 متر ولا شناهي، دابا راه ولات واحد 70 متر ولا 100 متر، وكيحفر حتى 6 متر 7 متر في الحفاري العمق ديالهم. الشيء اللي سبب لنا شله ديال المشاكل ان الناس غرقوا في الواد، وراه كاين المحاضر عند الدرك الملكي، وغير البارح واحد السيده جايه ما جاش من قديم هنا للدوار، جايه قاطعه كتصحاب المصرع واش باقي في بلاصتو، طاحت في الواد. هي عاد عتقوها شي وحدين من الضفه الاخرى من الجماعه الاخرى. البيئه ان المياه كتكون ملوثه بواحد الشكل كبير بهذاك التراب وهذاك الزيوت ديال المحركات ديال اللي كيستغلوا المقلع. ومن بعد ملي درنا شكايه بالسيد القائد والعماله والجماعه ووزاره الفلاحه وزاره الداخليه، جاوا لعندنا تحت وقفوا هنا من الفوق اشنو واقع، المجرى ديال الماء مازال في بلاصتو. ملي هضرنا بغينا نهضروا حنا، السيد القائد هددنا قالنا سيروا بحالكم، وانا نيت اللي هضرت قال لي سير بحالك وعقل على راسك انت، يعني ولا التهديد، ما عرفناش هذا الشخص فين باغي يوصل. حنا كنستغلوا كنديروا الفلاحه من 81، الاباء ديالنا والاجداد ديالنا كيديروها، كانوا في الاول كيستغلوا غير بشكل عشوائي. ذاك من بعد ملي السيد صاحب الجلاله اعطى هذا المخطط الاخضر ديال المغرب، قلنا حنا نزيدوا في الاستغلال ديالنا ونعقلوا استغلال المياه. درنا غوتا غوت، كنديروا غوتا غوت، كتبدا خدام بها قبل العام ديالها كتسد، اما في المناطق الاخرى كتخدم بها عامين 3 سنين اكثر.
ملي درنا شكايه للسيد القائد قال لك اودي سيرو ديروا معاه شي حل. اشنا هو الحل اللي غنديروا معاه؟ قلنا له اودي دار هو واحد الاتفاق قال لنا غادي نخدم وما نخليش هذاك الطخا يهود باش التلوث ديال المياه ما يكونش، وهذوك الحفار اللي غنديرهم غنعمرهم. دابا حتى حفره ما تعمرات، هذه الحفره هي تقريبا من واحد شي 7 سنين باش كاينه ما عمراتش، ودابا هنا هذه هي شتي كي ولات حتى هي الغرق ديال العمق ديالها كيوصل حتى 7 متر. كيجبد الاحجار اللي كيديرهم في الكودرون كيديروا بهم تعبيد الطرق. ملي جينا بغينا نتحاوروا معاه قال لك ما شغليش انا الدوله، واش الدوله تعطيني رخصه وانتم تجيو تحبسوني؟ حنا ماشي حابسينه، حنا قلنا لين مطالب ديالنا انه هذاك التراب ما يبقاش يهبط وهذاك هذوك الحفار يعمرهم وشكرا. المشكل في حد ذاته فالمشكل واضح، لان عدد الضحايا هنا راه كيتجاوز 7 الناس ولا 8 الناس اللي كيموتوا كل سنه، ولا من مجيب ولا شي واحد كيسول ولا كيعرف اش، لان مشاكل ملي كيوليو الارواح كيتوفاو في هاد الحفار اللي كيتجاوزوا 7 الامتار، وكيولي الواد مجموع في واحد البلاصه اللي هو المساحه ديالو 100 متر كيرجع ل 6 متر. فهذا في حد ذاته هو اكبر مشكل، ولو نهضروش حنا على الفلاحه كاع، راه الناس ديال البيئه الله يجازيكم بخير، نوصل لكم هذا الميساج الله يجازيكم بخير. هاد الواد ديال المربيع المسافه ديالو 600 كيلومتر، شوفوا ديال الناس شحال كتشرب منه. الدار البيضاء جديده، عدد كبير من المدن، عدد كبير من المواطنين اللي كيستافدوا من هذا الواد هذا. فما فيها باس الا درتوا واحد الالتفاته وشفتوا هذا الواد هذا ورجع للطبيعه ديالو، لان الطبيعه ديالو ما بقاتش هي هذيك، والناس تضرات بشكل واضح بلا ما ندخلوا في التفاصيل، وهذا الشيء راه واضح. والرساله كنوجهها عاوتاني للسلطات المحليه الله يجازيكم بخير، راه المواطن كيوصي عليه صاحب الجلاله الله ينصره، الله يجازيكم بخير، كونوا في عون المواطن ما تكونوش سند لهذا السيد اللي هو باغي يدير اللي استغل البلاد 30 سنه هذه. وشكرا، السلام عليكم. كل هاد الضرر راه كاين، راه تيموت ماشي عا بنادم اللي تيموت، تيموت بهيم تيموت، وحنا تنموتوا، حنا حيين دابا تنموتوا تنشربوا في الماء ملوث. شوفوا الواد اللي باقي ما لحقاتوش هاد الشركه هذه، وشوفوا الواد اللي فاتوا، شوفوا الطبيعه كيفاش دايره في الواد اللي مازال. وهاد الدوله تتهضر على الطبيعه وعلى البيئه، وفين هي هاد البيئه؟ فين هاد الحومات ديال البيئه وفين الحومات ديال الطبيعه؟ وحنا راه هذا كلمه نوصلوها ويديروا اللي بغاو، راه الناس المسؤولين هما اللي عندهم الكلمه ديال الناس المسؤولين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.